الله تكونوا بخير وعلى خير. النهار ومع وصفة جديدة، شهيت واحد الوصفة ديال الطاجين باللحم وبالسفرجل، ودابا غادي ننطلقوا على بركة الله. هنا عندي الطاجين ديالي اللي غادي نصوب فيه، هو هذا طاجين صغير تري كيوت، حتى هو اللي غادي نصاوبوا فيه الاكل ديالنا. هنا عندي الملج، لا ما يسمى به جاري هو اللي يكون عنده هذا العظيم الداخل. عندينا هنا، المهم كل واحد على حساب الافراد ديال الاسره ديالو. انا ناخذ هذا الملج، هذا الليمون ثلاثه، مع عندي بصله ونص مشلده هكا على هذا الشيء، وعندي ثومه ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه، وعندي هنا العطريه، عندي هنا الخرقوم بلدي، شويه قرفه، سكين زنجبيل، معلقه صغيره، كلشي معلقه صغيره، ملح، شويه البزار الابيض، وهنا جوج معالق ديال المعدنوس مفروم. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نشدو هذا اللحم ديالنا، نديرو في هذا، نديرو هذا العطريه الاول هكا، المزجوبه كامله هنايا، نديرو لها القليل من زيت الزيتون، نحاولو نخلطو هاد الطريق ديالنا مزيان. نزيد لها، عندي هنايا كاس ما قلتوش، عندي هنا واحد الكاس ديال الماء، هاد الكاس ديال الماء خلطت فيه واحد الشعيرات ديال زعفران الحر، نديرو غير واحد شويه هكا باش نخلطو هاد النواشف ديالنا. نفرموا هاد الدروس ديال التومة، الطاجين صدقوني كيجي رائع. نخلطو هاد العقدة ديالنا ديال البطرية هكا، ودابا غادي نحاولو نغمسو اللحم ديالنا مزيان هاد الخلطة باش اللحم ديالنا يتشرب ويجي، يعني يجي بنين، وداخلك وتشرميلها الملح. هاد الجوانب زوج انا عندي اللحم هنا، اللحم ديال البقري يعني، ماشي اللحم ديال الغنمي. واخا هكاك غادي نديرو في الفران، يعني في الطاجين على نار هادئه ساعه ولا ساعه ونص، مهم حنا ما زربانينش، نشربوه مزيان هكا، نديرو هنا النهار، راني صايمة وتشهيت هاد الطاجين، قلت نوض نديرو ما كاين بس، أو نشرب مزيان مزيان هكا بهاد العطرية، نرجعو هاد
الا كنتو ماشي زوينين تقدروا تخليوه هذا اللحم ديالكم واحد نص ساعه ولا ساعه ولا تخليوه يعني ترقد في هذا اللحم يجي يعني اللحم يجي تفتي ويجي يجي يعني مسل. ولا ما كنتو ولا كنتو زربانين كنتو ديروا ديره ديالكم لا ما بلوطه. بسم الله خواتي درنا الحيمة ديال درت البصل لتحت كما تشاهدوا درت شويه الزيت ودرت البصل لتحت ودرت هاد لي مورسو ديال اللحم ونخليو الطاجين ديالنا يتقلى. خواتي ديجا الطاجين ديالنا بدا يتحمر ديجا قلبت واحد الكيله غادي نغسلو العافيه دابا غادي نزيدو عليه البصل اللي باقي ونزيدو هذا الخيار داك شويه ديال الماء ديال درنا ديال الزعفران نحطيو عليه ونخليو نكمل الطياب نديرلو انا واحد اللعيبات باش مبقاش يخرج ليه الما نشدو شي سكين ولا هكا معلقة ولا نسدو عليه ونخليه خواتي نسينا باش نزيد واحد العود ديال القرفه هكا اللي راه في الطاجين ديالنا ولا درنا واحد شويه غادي ندير واحد شويه هكا الطاجين ديالنا الباقي غادي نديرو في الخضره مع هاد الصفار غادي نشدو انا عندي هنا غير جوج ديال الحامضه نشدو هاد جوج حامضات نقشروهم تحت طنجرة فيها الماء وغادي نعصر فيها هاد الحامضة باش نديرو فيها هاد السفرج اللي يتسلق نحيدو هاد البصل يدير يعني يولي اللون ديالو يتأكسد ويولي اللون ديالو كحال الا ما درنالوش الحامض ديرو على هاد الطريقة نقطعو غير هاكا على ربعة انا بغيت غير على ربعة تقدرو ديروه على كاملة الا كانت فرجلة كبيرة من الأحسن ديروها هكا على مورسوية صغار نقي غسلتو ديجا غسلتو يعني شوية قاسح في هذا ديالو ودابا غادي داكم باش تشوفو كي غادي نديرو باش يساعدني هكا نديرو هادشي لي في الوسط هادشي لي في الوسط الرياضة ديالو هادشي
شويه قاصح هنايا في الوسط. بنعمل بشرو في الشغل ديالو هو اللي فيه الفائدة. إذا كان شي حاجة كحلة ولا تفيدوها دي جنبي ما كاين شي حاجة. وخرج الأخوات فيه واحد يعني فيه واحد الفائدة، فيه واحد الفائدة كبيرة كبيرة. يعني دخلوا شوفوا فوائد الصفر غادي تعرفوا شنو هي الصفر وشنو فيه الفوائد. الماء تاع المصران مليان يعني بزاف، ولكن حنا كنديرو ديك الطريقة ديال نديرو الطريقة ديال السكر. يعني واحد حتى إلا دار السكر يدير بلاصة العسل ولا يقلل بالسكر تمشي الفائدة في اللومة في السكر بزاف. غادي ندير فيه شي شراب هكا، ندير فيه شي شراب هكا، نجي هنا وندير فيه شي شراب بالعكس. دابا غادي نغسلو هذا ديالنا الصفر ديالنا. عندي هنا واحد المعلقه ديال الزبده، نديرو واحد شويه ديال القرطه
البصل ديالنا شويه تاكل. نخلي واحد جوج دقائق قبل لا شتو يتعسل شتو يعني يختار. دابا غادي نحط فيه السرجل ديالنا. بالنسبه للماء ديال السرجل ما ترميوش، كتقدو تاخدوه بحال شراب شاي، ديروه سخنوه وديروه تشربوه يعني مزيان، فيه يعني الحامض والماء ديال السرجل والقرفة، يعني الماء ديال السرجل صحي. وخا غادي من السرجل غادي نزيدولو السكر غادي شي فعالية ديالو، ولكن الماء راه مفيش السكر، الماء ديالو هو اللي نستغلوه هو اللي غادي نشربوه ونخليوه هكا يتحمر. الحين نقلبو عليه، غادي نسد عليه خواتي، غطينا عليه غادي نحاولو نشوفو واش يتحمر. غنخليه شويه نسدو عليه ونخليه يتحمر، نحاولو هاد لاصوص نجزرو على الصوص ونفرغو عليه الفوق. نحاولو هكا نوزعو عليه ديك لاصوص، غادي نقلبو حتى الجنب لاخر يعني الجهة لخرى باش نشوفو. وبالنسبة للطاجين ديالنا ولكن راه قريب فايت ساعة ونحلم بلي راه يدير، نوريكم الطاجين فين راه واصل. نخلي هذا يتحمر، بالنسبة للطاجين الصوص عاقدة وخطرة، تقريبا راه فايت ساعة بلي راه يعني خليته مهيلة يعني على نار مهيلة، نخليه غادي يواصل عاد باقي فيه المرق كثير. خواتي نبدا نخلي واحد شوية العسل، نقرب يعني باش نقلبو بجوانب الأخرى اللي ما تبان لي عاد تعسلي فيها. رائحة مخيرة ديالي، رائحة ديال السرجل رائحة زوينة. صافي دابا راه غيكملها شوية ديال المرق اللي باقي فيه ونتفاعلو. خواتي الطاجين ديالنا هو هذا، دابا غادي نديرو عليه السرجل نضيفو شوية باللوز هكا، نضيفو
هذا هو الطاجين ديالنا، نتمنى اخواتي يعجبكم وغادي يرشحكم الى درتوه كيعجبكم. طاجين رائع ومعسل ورائع. ما تنساوش اخواتي ديروا لايك وبارطاجيو، ان شاء الله نتلقاو في فيديو جديد ومع السلامه.